السلام عليكم، كنتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم كيف كتشوفوا كيك مالح، كيجي رائع جدا، مكونات جد بسيطه وكيجيكم روعه. يمكن لكم تحضروه على شكل دائري او لا توضعوه في مول مستطيل الشكل او لا، يعني بالنسبه للمول اختاروا المول اللي بغيتوا، راه كيجي فيه رائع جدا، لان المهم في هذا الكيك هذا هو المذاق. تقدروا تعتبروها بيتزا سائله او لا تقدروا تسميوها كيكه مالحة. خليكم معايا باش نمروا الان لمكونات هذا الكيك. كيف كتشوفوا هنا حضرته لكم بجوج ديال الطرق، عملته في مول طويل وعملته في مول دائري. بسم الله على بركة الله نبداو المكونات. غادي نحتاجوا 4 البيضات، ضروري ما يكونوا بدرجة حرارة المطبخ. نحتاجوا معلقة صغيرة ديال الملحة، نطربوا الملحة مع البيض مزيان حتى يضاعف لنا الحجم ديال البيض، ومن بعد غادي نمروا باش نكملوا باقي المكونات. ما طربنا البيض مزيان غادي نضيفو كيف كتشوفوا كاس ديال الزيت الزيتون. تقدروا تعوضوها بالزيت العاديه، ولكن من الاحسن عملوا زيت الزيتون باش كتجيكم فيها النسمه زوينه. كيف قلت لكم راه كتجي فيها النسمه ديال البيتزا، هادشي علاش يا اما سميوها كيك اولا بيتزا سائله كيف ما بغيتوا. دابا غادي نطربو مزيان الزيت كيف شفتوا مع البيض، وغادي نضيف كاس ديال الحليب. بالنسبه للكاس راه نفس الكاس اللي عبرت به الزيت هو الكاس اللي عبرت به الحليب باش ما يضيعليش داك الزيت اللي تيكون في الكاس، والكاس اللي عبرت به هو كاس ديال العنبه. بعد ما طربت الزيت مع البيض، دابا بالنسبه لهاد المكونات دابا غادي نوقف الطراب اليدوي وغادي نبدا نستعمل دابا باقي المكونات. غادي ناخذ شويه ديال الزعتر كيف كتشوفوا، غادي نفركو هكذا بيديا مزيان باش كيعطي النسمة ديالو. وكيف كتشوفوا من بعد ما حكينا غادي نخلطوا فقط غير بالمهل، لان المكونات اللي عندنا دابا غنحاولوا ما نخلطوهمش بالخلاط الكهربائي باش ما يتفرتوش وما يبقاوش يبقاو يبانوا لنا، لان بغينا هاد العناصر كلها تبقى تبان. غنضيف واحد المعلقه صغيره كيف كتشوفوا غير النسمه ديال الفلفل الاسود هكذا باش تعطيني واحد النسمه. تقدروا تعملوا الفلفل الحار لا كيعجبكم، انا ما عنديش مع الحار بزاف. بصله هنايا وحده صغيره بعد ما شلطتها وصهدتها شويه في زيت الزيتون بحال الطريقه اللي كنعملوا البيتزا. الفلفل حتى هو في الالوان، حتى هو قطعته كيف كتشوفوا مكعبات، وحتى هو شحرته مع شويه ديال زيت الزيتون فمقيله، يعني ما نخليهمش يطيحوا حتى يذوبوا، غير فقط يتنسموا شويه ديال الطيبه ونحيدوهم. دابا نخلطوا مزيان كيف كتشوفوا، غنضيفوا في الان غادي نمروا باش غادي نضيفوا الدقيق. بالنسبه للدقيق غادي نضيف بالتدريج، يعني غنضيف الكاس الاول وغادي نغربل مزيان. ضروري اي كيك ضروري ما تعاودوا تغربلوا الدقيق، واخا تكونوا مغربلينه في اول مره، لانه ملي تيكون بالكاس وكترميه راه بحال كيكون مكتل، يعني ضروري ما تدخلوا فيه الهواء كيف كتشوفوا. غنضيفوا دابا الكاس الثاني وغادي نغربلو. بالنسبه لهاد الكيك هذا غادي ندخلو فيها فقط جوج ديال الكيسان ديال الدقيق الابيض. بالنسبه للدقيق الابيض تقدروا تعوضوا باي نوعيه الدقيق، تعملوا الدقيق الكامل راه فعلا كتجي رائعه به، اولا تعملوا الشوفان اللي كطحنوه مزيان تقدروا حتى هو توضعوه في بلاصه الدقيق الابيض. انا هنا حاولت نوضعها غير بالدقيق الابيض باش تجيكم سهله. غنضيفوا جوج ديال الخميرات كيف كتشوفوا من فئه 8 غرام صافي، وغادي نخلطوا هاد المكونات غير بشويه، نحاولوا ندخلوهم باش ما ينزلناش البيض صافي، ونحاولوا ندخلوا الدقيق مزيان، ومن بعد نمروا باش نكملوا باقي المكونات. كتشوفوا هذا هو القوام اللي غنحصلوا عليه. غادي نعاودوا نسموها بشويه ديال المعدنوس اللي مقطع طري
باش يعطينا حتى هو النسمة ديالو، وكيعطينا حتى الألوان لأن كيكون فيها الفلفل الأحمر مع الأصفر مع المعدنوس اللي خضر اللون ديالو أخضر، كيزيد يعطينا واحد الألوان زوينة في هاد الكيكة أو لهاد البيتزا، يعني سميوها كيف ما بغيتو. دابا غادي نمر باش نضيف علبة ديال الطونة. أنا هنا عملت تقريبا بحال تحتاجوا علبة ديال الطونة تكون يعني الطون، حاولوا تعملوا بكمية وافرة باش تجيكم لذيذة لأن الطون كيزينها فعلا. ودابا بعد ما عملت الطون غادي نضيف كيف كتشوفوا الجبن اللي حكيته رقيق، صافي غادي نضيف هاد المكونات كامله وغادي نخلطو غير بالمهل هكذا باش ما يضيعش لينا، يعني نحاولوا نخليو هذوك الطريفات ديال الطون كيبانوا، وحتى الفرماج باش ما يتعجنش معنا يبقى هكذاك كيف كتشوفوا بهذه الطريقه. صافي هادو هما المكونات اللي عندنا في هاد الكيك المالح، وصدقوني الا قلت لكم راه كيجي رائع جدا لا من ناحيه المذاق وحتى الشكل ديالو، يعني بالنسبه للشكل تقدروا تعملوه حتى في القوالب الصغيره راه حتى هي كيجيو فيها زوينين، كيجيو ميني كيك مالح كيجي رائع هكذا للمناسبات، وتقدروا تزينوه باش ما بغيتو. دابا غادي نمروا باش نعملوه في المول. انا غادي نوريكم انا اختاريت هاد المول هذا الطويل، غادي ندهنو بالزبده وغادي نفرش فيه الورقة ديال الزبدة باش ما يلصق ليش الكيك ديالي. هنا اختاروا القطر اللي بغيتو، يعني ما تحاولوش تكبروها بزاف لان ما كتجيش طالعه بزاف هي، لان ما فيهاش بزاف ديال المكونات غير البيض كيف شفتو. صافي غادي نحاول نخويها هنايا وغادي ندخلها للفران، ومن بعد غادي نمر باش نوريكم عاوتاني راه نفسها عملتها مره ثانيه، عملتها في كيك دائري، وحاولت انني نجمع الفيديو هكذا باش تشوفوا انكم يمكن لكم تحضروها كيف قلت لكم بهذه الطريقه طويله اولا تعملوها دائريه اولا كيف قلت لكم تعملوها في القوالب الصغيره، راه حتى هي كتجي رائعه جدا، كتجي كيك فردي كيجي رائع جدا. شوفوا لي المكونات كيفاش كيبانوا في هذا الكيك، هذا راه رائع صدقوني، جربوها وخليوا لي التعليقات ديالكم. صافي دابا الكيك ديالي كيف شفتو ضروري مني تفرغوه في الاناء، حاولوا تعملوا له هذه الطريقه هذه. علاش؟ باش تحاولوا يعني دوك المكونات اللي لداخل كلها كتفرق وتحاولوا تخرجوا منه حتى الهواء اللي تيكون فيه. صافي هكذا باش الاماكن كامله كيكون فيها الطون كيكون فيها الفروماج كتكون فليفلات بصيله، يعني كتحاولوا تغيروا الاماكن ديال كل حاجه. صافي دابا الفران راه ضروري كيكون، انا عندي الفران الكهربائي كنسخنوا على درجه حراره 180. صافي وغادي ندخل الكيك ديالي ونطلقه من بعد ما يخرج ان شاء الله. شوفوا لي الالوان كيجيو رائعين، وهانتوما الكيك بعد ما خرجته. دابا ملي تعملوا السكين راه غادي يخرج لكم شويه بحال خضر، ولكن راه ما تيكونش خضر، تيكون فيه الفرماج اللي كيكون سائل لانه تيكون دايب بالفعل الحراره، راه تيكون طايب، يعني خذ الوقت ديالو فقط العادي اللي كطيبوا فيه الكيك العادي ديالكم. صافي هنايا انا زينته بطريقه بسيطه، عملت عليه شويه ديال الخس باش يبان انه غابيل باش يبان انه مالح، وزينت الوجه ديالو كيف كتشوفوا بالفرماج حتى هو محكوك. صافي وزينته كيف كتشوفوا بلي طوماط سوريز بهذه الطريقه، وقطعوه وبالصحه والراحه صدقوني راه كيجي رائع جدا. انا بالنسبه فاش قطعته ما بقاش عندي الفيديو، ما عرفتش ما صورتش، كنت كنسحب لي انا كنصور، يعني ما صورتوش مني قطعته حتى مني جيت مونطي الفيديو لقيت راسي ما عنديش الصور ديال الكيك مني قطعته. ايوا شوفوا لي الكيك. دابا ان شاء الله غادي نمر باش نوريكم الكيك دائري حتى هو كيفاش كيجي. هانتوما كيف قلت لكم راه نفس المكونات، فقط غيرت غير القالب هذه المره، خديت القالب الزجاجي كيف كتشوفوا دهنتو فقط غير بالزبده، هذا كيكون سهل بل لان ما تنخرجوش منه الكيك تيبقى فيه تنقدموه فيه. صافي وشوفوا لي المكونات كيفاش كيجيو رائعين جدا. كيف قلت لكم جوج الكيسان ديال الدقيق فقط، ما تحاولوش تضيفوا اكثر. صافي وها الكيك ديالنا اولا كيف قلت لكم بيتزا السائله قدامكم كتجي رائعه جدا. دابا الفران حتى هو راه مسخن لدرجه الحراره 180، غندخل الكيك بعد ما سخن لي الفران، وحتى هو غنعمل نفس الطريقه، ضروري ما نعمل العود ديال الشواء، غادي نحاول ندخله في الكيك ديالي باش نخرج منه الهواء. صافي ونحاول نقاد المكونات كامله فيه ونحاول نقاده هو باش ما يجيني الشكل ديالو على شكل واحد، ما تجيني جهه عاليه وجهه نازله لان الكيك شويه كيف كتشوفوا فيه مكونات. ها نتوما نحاول نقادو مزيان نخرج منه الهواء. صافي وغادي ندخلو الفران ونشوفو النتيجه النهائيه.
وهذه هي النتيجة. كيف كتشوفوا راه كيجي رائع جدا. عرفت المطبخ كتكون فيه واحد الريحة رائعة جدا، بحال حضرتو بيتزا. شوفوا الوجه ديالها كيفاش كيجي. نفس الشيء زينتو حتى هو بالجبن، دخلت انا هنا ملي حكيت عليه الجبن دخلته الفران باش داب عليه من الفوق، كيعطاني هذا اللون كيف كتشوفوا. شويه ديال المعدنوس مقطع طريفات رقاق كيف كتشوفوا، باش يعطي غابيل ان هذا الكيك راه مالح. وضعت عليه فقط زينتو كيف كتشوفوا بهاد الطماطم الصغيره. صافي، وتاكلوه بالصحه والراحه. كيف كتشوفوا الفيديو ديالنا وصل النهايه ديالو. كنقول لكم الى اللقاء، خليت لكم راحه الله ومع السلامه.